اهلا ومرحبا بكم اصدقائي صديقاتي. اذا كنتو كتشوفوا هذا الفيديو هذا الصباح كنتمنى ان نهاركم يدوز بخير، ولا كنتو كتشوفوا في العشيه كنتمنى ان نهاركم يكون داز مزيان. نقدموا لكم اليوم المنطقه الاولى في المغرب من ناحيه السياحه الطبيعيه. الا بغيتوا تعرفوا عليها اكثر بقاو معنا في هذا الفيديو هذا اللي كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على زر اللايك. الناس اللي مازال ما اشتركوش حتى هما كيف ديما مرحبا بكم. من هاد البلاصه هادي كتبدا الرحله ديالنا باش نطلعوا للسلالات ديال ستي فاطمه ونشوفوهم كيفاش دايرين. يلا هو معايا. البلاصة هذه اللي من ورايا هي الوجهة الأولى للسياحة الطبيعية أو السياحة الجبلية في المغرب، كيجيو ليها السياح من جميع بقاع العالم ومعروفة حتى في السياحة الداخلية. الناس اللي عزيز عليهم المغامرات مرحبا بكم. الله نطلعوا الفوق، نزيدوا نطلعوا الفوق ونكتشفوا شنو كاين في هاد البلايصة. كيف ما قلت لكم الناس اللي زالهم المغامرات هما اللي كيجيو لهاد البلايص هادو، حيت شويه صعاب باش تطلع ليهم، وكاين لا دروج لا والو، كاين غير طريق كيمشيو معاك لي كيد الا بغيتي، كتاخذهم من التحت كيوريوك هاد البلايص هادو، تصعيب انك تجي لهم بوحدك ما غاديش تعرف الطريق. ها انتم شوفوا معايا المناظر هادو. ما خصنيش نشوف في الكاميرا، خصني نشوف في الكاميرا، خصني نشوف في الطريق داكشي داك. المهم ها انتوما كتشوفوا هاد المناظر هادو، وكيف ما قلت لكم اكسبيريونس اللي زوينه وزوينه بزاف، خاص كاع الناس اللي كيهتموا بالمغامرات وبتسلق الجبال. مكرهتش نزيد نطلع لهذيك البلاصه، راه هي للفوق، ولكن ما كايناش الطريق، وغنوريكم هاد المناظر هادو. ومورايا كاين واحد المحل ديال واحد السيد، راه هو كيبيع دوك التحف الفنيه اللي كتسمعوهم هنايا. انتوما شفتوا داك الشيء عند داك السيد اللي كيبيعوا تما، سولتو واش كيجيو عنده الناس، قال لك كيجيو عنده غير الناس، السياح هما اللي كيجيو عنده. سبحان الله، شوف فين، شوف رزقه فين كاين.
او ما جاو صحابنا عاوتاني. كيف ما قلت لكم راه بزاف ديال الناس كيجيو زوروا المنطقه حيت هي اشهر منطقه سياحيه طبيعيه في المغرب، كيجيو ليها الناس من بزاف ديال البلايص. قلت علاش لا ما نطلعش لهاد الجبل هذا ونصور لكم هذا الشيء، حيت هذوك البلايص الاخرين شفتوهم بزاف ديال المرات هادو، ماشي بزاف ديال الناس اللي جاوا ليهم، داكشي علاش قررت انني نطلع لهاد البلاصه هادو ونصورها لكم انتم كتشوفوها. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يجيو مع العائله ديالهم راه كاينين دي زوطيل هنايا، كاينين فنادق في هاد البلاصه هادي، وكاينين حتى ديور حتى هما كيتكراو. الى جيتو لهاد البلايص هادو ما غاديش ندموا على جيتو. الطريق شويه صعيبه، كنوصل الناس اللي جايين مع العائلات ديالهم مع الناس كبار يجيبوا معاهم شي حد اللي يعاونهم، حيت كاينين شي بلايص كيزلقوا شويه، داكشي علاش كنقول لكم ردوا البال. ها حنا رجعنا منين بدينا ديال البلاصه اللي جينا منها، ضربنا دوره كبيره من الجبل رجعنا من جهه اخرى. وهاد البلاصه هادي اللي من مورايا هي اللي كنت صورتها لكم من فوق الجبل، احنا وصلنا ليها دابا هبطنا، حيت هادي هي البلاصه اللي كتنطلق منها الرحله. الى جيتي من هاد البلاصه كتبدا، الا بغيتي تطلع تشوف غير الشلالات راه كتطلع غير تما كتشوفهم، بغيتي تضرب دوره على داك الجبل كيف ما قلت لكم كنوصيكم انكم يكون معكم شي واحد اللي يعاونكم، لحقتها شويه صعيبه ديك البلاصه. نهاية هذا الفيديو هذا، بغيت نشكركم على المشاهدة ديالكم. إذا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش أنكم تضغطوا على زر اللايك وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. إذا ما اشتركوش في القناة مرحبا بكم حتى نتوما في العائلة ديالنا، وتهلاو ليا في راسكم ونتشوفوا في الفيديو الجاي إن شاء الله.